السلام عليكم. حنايا في كافي ديال بورتيكو هاد العام عملنا الفطور ديال رمضان حيت لي كليون ديالنا طلبونا نعملوا الفطور. العام اللي فات ما كناش كنعملوه وصدق سوكسي كبير بزاف. كيجيو عندنا عائلات اصدقاء وبزاف ديال الناس و افيك سورتو لا فيو كون ا سور لا بي دو طنجي مع الغروب ديال الشمس في ساعه ديال الفطور. هاد الاسبوع من شهر رمضان المبارك كان اقبال كبير مع لي كليون وكلشي فرحان الحمد لله ومرحبا بكم عندنا فوقاش ما بغيتو. فوز اتي بيانفوني. من بعد الفطور كيجيو عندنا لي كليون عندنا الكافي ديال بورتيكو كيشربوا قهوه كيشربوا عصير عندنا لا كوت بعدا كطلع على البحر شي حاجه يعني في المستوى. حتى الكافي كيكون فيه واحد لومبيونس واحد اخر يعني خصوصا في الاجواء ديال رمضان كيكون واحد لومبيونس من نوع خاص ملي كيكون يعني كيجيو لا فامي كيجيو ان كوبل يعني شي حاجه روعه في المستوى. خصوصا الكافي ديالنا كتقدم يعني احسن منتوجات حيت هي عندها كاليتي في المستوى من ناحيه لا ديال الكوكتيل من ناحيه ديال البيتزا من ناحيه ديال الهامبرغر من ناحيه ديال الكلوب ساندويش يعني في اي المسائل بلوس ان باتيسري ان بولونجري يعني شي حاجه عندنا في المستوى. كنتمناو تجيو عندنا ونتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا.